مشاهدين الأفاضل في كل مكان، دامت أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من التاريخ، فأهلا بكم. اليوم نبحر في موضوع جديد نأخذكم من خلاله إلى حياة الأقدمين وكيف كانوا يتغلبون على تلك الصعاب التي تواجههم من خلال ابتداع وابتكار وسائل تعينهم على ذلك، حيث يشكل الابتكار في التراث الإماراتي نموذجا رائعا لقدرة الإنسان على التكيف مع مختلف متطلبات الحياة وإيجاد الحلول الإبداعية والمنطقية لمواجهة المشكلات والتحديات. وسوف نستعرض نماذجا من أساليب الابتكار في التراث الإماراتي مع الباحثة والدكتورة بدرية الشامسي الأستاذ المساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب قسم التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الشارقة. مرحبا بك. أهلا وسهلا، يسعد الله أوقاتكم كل خير. أهلا. بداية دكتورة، نود أن نتحدث عن الابتكار في التراث الإماراتي. قبل أن نتحدث عن الابتكار تحديدا في التراث الإماراتي، ماذا نقصد اليوم بالتراث في الإمارات؟ في البداية أشكركم على هذه الاستضافة في هذا البرنامج الجميل من التاريخ. بالنسبة للتراث، لو بدأنا بتعريف التراث، التراث هو كل ما تركه الأجداد للأبناء والأحفاد ويتوارثوه جيل بعد جيل، عن طريق طبعا مثل العادات والتقاليد والقيم والمبادئ، طبعا يتوارثوها بالممارسة وليست بالعملية المكتوبة. هذه نقطة. والتراث قسمه علماء التراث إلى 4 نقاط، اللي هو الأدب الشعبي، العادات والتقاليد، المعتقدات الشعبية، وثم الفنون الشعبية. وطبعا التراث ينقسم إلى قسمين، مادي وغير مادي. كيف نربط التراث بالابتكار والإبداع؟ فلو رجعنا لتعريف الإبداع، نجده هو كل ما هي الأفكار الجديدة التي تضاف لمنتج، سواء كانت فكرة جديدة أو تفاصيل أو غيرها. أيضا الابتكار أو الإبداع قسم إلى 4 نقاط، من أصالة ومرونة وتفاصيل وحل مبدع للمشكلات. لو أردنا تطبيق هذه النقاط على التراث، سنجد أنها مطبقة بشكل يعني كبير. وهنا يعني النقطة الأساسية، أن أجدادنا عرفوا هذه التفاصيل والأصالة وغيرها يعني من عناصر الإبداع قبل أن تدرس في المدارس في الوقت الحالي. نعم. دكتورة، دعينا نستعرض بعض النماذج لأساليب الابتكار في التراث الإماراتي، مع العلم بأن هناك التراث المادي والتراث اللامادي. ودعينا نبدأ بمهنة الغوص على سبيل المثال. مهنة الغوص، لو رجعنا إلى مهنة الغوص، نجدها أنها مهنة فرضتها البيئة على المجتمع الإماراتي، فأنتجت إنسان مبدع، مفكر، واضع للقوانين، منظم لحياته، فوضع نظم اقتصادية، إدارية، مالية، بشرية، يعني منظومة متكاملة على ظهر هذه السفينة. لو تخيلنا مع بعض كيف هذه السفينة كأنها مدينة أو كأنها شركة في الوقت الحالي، فنجد فيها المدير متمثل في النخبة الذي هو يعني سيد، أو سيكون إما أن يكون صاحب السفينة أو يكون هو يعني استأجرها ويقوم بقيادتها. هذا هو الذي يصدر الأوامر وأوامره تنفذ. لديه أيضا مساعد اللي هو المجدمي، يقوم بمتابعة تنفيذ أوامر النوخذة، يوصلها إلى البحارة وغيرها. هنالك كبار الموظفين متمثلين في الغواصين. الغواصين هؤلاء فقط عملهم فقط أنهم يغوصون على اللؤلؤ فقط. هيكل وظيفي متكامل. هي يعني لو مشينا يعني كذلك هيكل إداري، بنلاقي مثلا هنالك مساعد لكبير الموظفين، هذا اللي هو الغواص لديه السيب، وهذا السيب يجب أن تكون العلاقة بينه وبين الغواص جيدة لأن في يده حياته يعني. صحيح. حتى هذا السيب لديه رضيف اللي هو يقوم بالنيابة عنه في حالة انشغاله أو حالة مرض أو غيره. نجد أيضا في الهيكل الإداري هنالك خدمات مساندة مثل التبابين اللي هم أو الوليد هذا يبون يعني آبائهم، الآباء يبون أولادهم بعد 10 سنوات على ظهر السفينة للتدريب.
مثل ويقومون مثلا هاي التبابين بمساعدة الغواصين أو مثلا جلب الماء أو تنظيف المكان، يقومون بمهام يعني. أيضا نلاحظ أيضا هنالك طباخ مثل الكافتيريا على في هذه المدينة أو هذه السفينة في وسط البحر يقوم بطبخ للغواصين. نلاحظ أيضا هنالك المطوع اللي هو يعني دوره أن يصلي بالبحارة في نفس الوقت يقرا عليهم إذا في حد في حالة مرض، أيضا طبيب شعبي موجود على ظهر السفينة. أيضا في هناك قوانين يجب أن يلتزم بها كل أفراد الموجودين على ظهر السفينة. نجد أيضا هنالك ممول لهذه السفينة مثل البنك يعني مثلا في الوقت الحالي، يعني أحاول أضرب أمثلة في الوقت الحالي، مثل الطواش يعني. هناك سوبر ماركت على فكرة اللي هي سفينة تسمى تشالة تلف على في البحر، إذا محتاج أحد سفن الغوص مثلا ما ناقصهم ما أو ناقصهم شيء فتوصل هذا الشيء، في نفس الوقت ممكن توصل رسائل أو توصل أي شيء للغاصة. ايضا عندهم مطرب مثل ما نقول او تسليه اللي هو النهام، وما يقدرون يشتغلون عنه طبعا، تخيل يعني اربع شهور في البحر محتاجين نوع من الترفيه. ايضا ابدعوا في كثير من الاشياء. دائما تستغرق اربع اشهر في تقريبا، هي اربع اشهر هي مده الرحله. يعني طبقوا كثير من 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 تفاصيل او عناصر الابداع في رحله الغوص، يعني حل مبدع للمشكلات مثلا. من عناصر الابداع الحل المبدع للمشكلات، نقف على نشوف مثلا المشكله نقف عليها نضع لها حلول ونطبق هذه الحلول بعد ذلك. مثلا حل مبدع للمشكلات حتى يعني يوازن السفينة تتوازن عندما يقومون بالغوص، فما يعني حتى يوازن السفينة كان يحط مثلا أربع أشخاص من هالجهة ولهالجهة أربع أشخاص بعدين ينطون في البحر يعني على أساس يغوصون حتى يعني ما يكون خلل في توازن السفينة. في الوقت هو دكتورة دائما نأخذ هو من يملك السفينة؟ لا، ممكن يكون هو يعني مؤجر هاي السفينة حسب ظروفه يعني. أيضا محل مبدع المشكلات مثلا الحين في قوانين الغوص، أنك إذا تبغى تغوص ما تكون ماكل شيء إلا يعني أنا رجعت لقوانين الغوص في الوقت الحالي، أنك لازم إذا بيشرب شيء ساخن ويكون حلو. أجدادنا عرفوا هالفكرة من قبل 100 سنة أو من زمان. ما كان الغواص يأكل أي شيء إلا لاحظ تمر وقهوة، وهذا شنو يعني شو شيء حلو وحار، نظام غذائي، نظام غذائي انه ما يقدر على اساس انه يحاول انه ما يكون ثقيل، يقدر سريع الحركه، يكون اي خطر يواجهه يقدر يطلع بسرعه. فهذا من وين يا ابو؟ هو عمليه ان الحاجه ام الاختراع، فكروا في هذا الشيء حلوا هذه المشكله. هذه من جانب يعني حتى النظم حتى القوانين في توزيع، حتى يعني الهيكل الإداري في توزيع مثلا كأن عندهم HR مثلا. الرواتب مثلا الغواص أكثر واحد يتعب فياخذ شرات ما ياخذ أنه خذها، ياخذ 3 أسهم، السيب ياخذ 2 سهم، مساعد السيب ياخذ الرضيف ياخذ 1 سهم. دكتورة تتحدثين عن كيف يتم توزيع الربح بعد طبعا بعد رحلة الغوص، وحتى في قوانين صارمة على ظهر السفينة. ما مثلا الطواش هو اللي يشتري اللؤلؤ صح، فما يستوي ممنوع انه يركب ظهر السفينة والبحارة يفلقون المحار. وما يستوي بعد ممنوع انه يصعد على ظهر السفينة وفي طواش اخر موجود حتى ما يعني ما يصير نوع من الخلاف او غيره. هاي من القوانين الاساسيه التي يعني على ظهر السفينه. نوع من التشجيع ايضا من النخذه، اذا واحد من الغاصه يعني حصل على دانه او على محاره فيها لؤلؤ يعني ثمينه يقوم بتكريمه كتشجيع. فاحنا نظام اداري متكامل، نظام التحفيز والتشجيع كل الاشياء اللي احنا نشوفها الحين في الوقت الحالي. فمن اين جاءوا بهذه الافكار؟ هي مجرد هي ليست يعني لم يقرؤوها في كتب نظريات الإدارة أو غيرها، هي ابتكارات من عندهم يعني حلوا مشكلاتهم بطرقهم بالطرق التي وجدوا أنها صحيحة ومشت الرحلة، والله سبحانه وتعالى أكرمهم بعد ذلك بالبترول وغيره. دكتورة بدرية، بعد انتهاء رحلة الغوص كيف تتم عملية التسويق للؤلؤ؟ طبعا هي هذه عملية اللؤلؤ راجعة للطواش، هو اللي يقوم بشرائها ويبيعها على كبار التجار. في حتى عندهم مثل الدلال يعني هو اللي يسوق هذه اللؤلؤ، وطبعا إلا طبعا إلا مثل ما يقولون في الوقت الحالي إلا مثل ما يعني لازم يكون الربح أو من هذه العملية مثل الدلال. فأقول لك يعني فعلا لو حطينا الهيكل بتلاقي في كل الهيكل الإداري في الشركات الحالية.
جميل جدا. تحدثنا عن مهنة الغوص، دعينا ننتقل لمحور آخر. طيب الألعاب الشعبية، ما هو المبتكر في الألعاب الشعبية؟ الألعاب الشعبية أيضا فرضتها البيئة أو الـ 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 على على أبناء الإمارات أو الطفل الإمارات، وأثبت أنه كان مبدع ومبتكر. لو رجعنا لعناصر الإبداع، الأصالة والتفاصيل والمرونة، البيئة اللي كانت كان يعني يأخذ ألعابه من بيئته. فمثلا أعطيك مثل لعبة المواتر، لم يكن هناك تلفاز ليرى هو السيارة ويعرف تفاصيله، لكن كيف لعب، يعني كيف يحتاج للعب. فكان يأتي مثلا العلب الفارغة اللي هي مثلا لعب علب الزيت أو غيره، وكانت تقص ويضع لها تواير من بعد مخلفات البيئة، مثلا بلاستيك مثلا من الأحذية بشكل دائري ويضعها. بعدين هذا ابتكر حين هالشيء، هاي الحين احنا وصلنا على الأصالة، افتكر شيء جديد. بعد ذلك بدأ يضيف في إليه تفاصيل السيارة، حط عليها فوق من فوق لك هيكل السيارة، وضع له مثل ما يقولون الأولين غمارة مكان ما يجلس السايق. أبعد بنفس الشيء مخلفات البيئة من العلب. ثم بعد يضاف عليها شيء آخر، مثل الحين السيارات النقل حط لها أصياخ وبعد من البيئة، وبخذ يجرها. فإذا كأنه حولها لعبة، من لعبة يجرها إلى سيارة متكاملة. هو لم يرى السيارة، يعني سيارة متية الإمارات في الستينات والخمسينات، لكنها الألعاب من زمان. نرجع للعبة القواطي اللي يسمونها عنبر. هاي اللعبة لو إحنا شرحنا تفاصيلها ممكن تقولي تشبه لعبة معينة مشهورة عالمية. فكان أيضا يجمع العلب ويضعها على شكل هرمي أو يضعها على شكل عمودي، ويأتي بقطعة من الخشب يلفها بقماش حتى تكون مرنة ويرميها. فالطفل الشاطر ممتاز. هذا اللي أنا كنت أبغى أقوله. لم يشاهد ولم يقرأ عن لعبة البولينج، لكنها البيئة التي فرضتها عليه. أيضا استقل طيارة، مثلا طيارة هو ما ركب طيارة ولا تشوفها، اللي هي طيارة الورق. فكان أيضا من مخلفات البيئة من سعف النخيل، كانت توضع على شكل زائد ويؤتى بورق أو يعني شيء خفيف وتوضع، ولم يكن هناك صمغ، كانوا يستخدمون الطحين، ويضع لها ذيل من القماش، ثم بخيط يضعها في يدي يعني على أساس يتحكم بعلوها وانخفاضها ويسير حسب الريح. هذه كلها ابتكارات. صحيح. بالإضافة طبعا إلى ابتكار للألعاب الشعبية طبعا متنوعة للبنات وللأولاد، مثلا الليفيرة، هاي قدرات على هني تطلع لنا مثلا قدراتهم على تحمل مثلا وضع الحجر على اليد، وكثير يعني مثلا حتى في عندما يلعبون في الألعاب في البيئة الزراعية في الحوض، من لديه قدرة على أن يبقى أكثر مدة تحت الماء. فهي كلها ألعاب. الألعاب تختلف حسب البيئات طبعا، حسب البيئات ومن البنات لأن الأولاد تختلف أيضا. الألعاب الشعبية فهو ابتكر يعني كثير من الألعاب في زمن لم يشاهد فيه تلفزيون، ولم يشاهد فيه سيارة، ولم يشاهد لعبة البولينج هذه من ذاك، يعني من أفكاره وإبداعاته. فهو مثل ما نقول طبق الفكرة عناصر الإبداع على اللعبة. لاحظ أصالة اكتشف سوى هاي اللعبة السيارة، كان يرها بس مجرد سيارة، عقب ضاف عليها تفاصيل، وعقب عدلها وضاف يعني دخل عليها أشياء جديدة، كان فيه دقة كذا هي ودق، وكمع الزمن الوقت يغير تضاف عليها أشياء. فهي عناصر الإبداع التي نقرأها الآن في كتب التربية والموهوبين وغيرها. نجد في التراث الإماراتي بيوت مميزة، كمثلا على سبيل المثال بيت القفل. لو تحدثينا عن الابتكار في تصميمه. يعني هاي بروحها صراحة، أنا لما سمعت عن بيت القفل قلت فعلا أن نحن أجدادنا مبدعين. بيت القفل هو عبارة عن بيت يبنى في الجبل، خصف رأس الخيمة، يبنى بشكل محكم من صخور الجبال. بيت متكامل ليس لديه فيه باب، طبعا الباب فيه نوع من الانحناء يعني صغير، فقط ليس فيه شبابيك إلا فتحة صغيرة فوق الباب للتهوية طبعا. وهو يعني كان الحاجة مثل ما قلنا أم الاختراع، فهو كان يريد أن يحافظ على مؤونته في زمن كان كان شحيح اقتصاديا، يحافظ على نفسه من أي من الدواب أو غيره. شو الابتكار في بيت القفل؟ يعني هاي اللي وقفت أنا عندها جدا. بيت القفل من مئات السنين في مكان أماكن جبلية، يقول يعني يبنى من الحجر، يعني من الحجر كامل، الحجر الصلب طبعا، وحتى السقف يحط يسوونه من شجر السدر، أقوى أنواع الخشب.
أو ف يعني نتكلم الحين عن الإبداع في هذا الشيء. باب البيت لا أحد يستطيع فتحه إلا صاحب البيت. كيف؟ له باب مفتاح لا أحد يستطيع يعني يعرف سر فتح هذا الباب إلا صاحب البيت. إذا ضاعنا طبعاً هي مو مفتاح شرائط المفاتيح الحين حديدة. صحيح. بس يدخلها بطريقة معينة يسحب فيها مثل ما يقولون زلي الباب من وراء من داخل. إذا ضاع رقم سري حالياً. الحين هذا يذكرنا كأنه شو؟ باسكود او صحيح. مثل ما يقولون باسورد رقم سري. نعم. رقم سري الحين في الشنطه نلاقيها في الشنطه في التليفون. اجدادنا بتكتشفوه بدون ما يعرفون والله، لكن حرصا على اغراضهم واشياءهم في زمن مثل ما قلت لك شحيح، كان يعني الخطر يداهم في كل مكان. فهذا ابتكار وابداع لم يعني في زمن ما كان فيه نظريات الابداع. يعني بيت القفل كان يستخدم للتخزين فقط؟ لا، ويعيشون فيه، هو غرفه وحده معيشه وتخزين أغراضهم وكل شيء، وفي نفس الوقت إذا يطلع طبعا يقفل. إذا الأهل موجودين ما يقفل، لكن إذا مثلا ينتقل مكان بيتحول مكان ما وأنت يبقى يحافظ عليها فتكون مكفولة بهالشكل. نعم. وطبعا بما أنه في الجبل يكون مصدر للدفء لأنه مسكر من كل الجهات، فهذا بعد نوع من أنواع الإبداع. جميل. دكتورة حدثينا كذلك عن البرجيل، كون أنه يعتبر أحد أساليب البيوت المستخدمة كأسلوب مبتكر في بناء كذلك. طبعا البرجيل ايضا بعد من 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 فيه نوع كثير او نوع من انواع الابداع والابتكار. ابتكروا هذه الشيء، هو يعني ليست لا نستطيع ان نقول مثلا الاماراتيين ابتكروها، لكن قضيه او عمليه بنائه تدل على ابتكار هذا الانسان كيف يضعه، يعني يكون بشكل مستطيل بفتحه داخل المنزل مفتوح من كل الجهات، يعني كأننا نحن الحين في مكيف، يأتي الهواء يدخل داخل هذه الفتحة يدور يتحول إلى هواء بارد. طبعا يركزون أن تكون هاي الفتحة تحت المكان اللي يجلسون فيه الناس داخل الغرف، ويكون مفتوح مثل ما قلت من كل الجهات. ودليل على أن الابتكار فعلا يعني أن البرجيل شيء مبتكر، الآن مدينة مصر تستخدم هذا الشيء سمته برج الرياح، وموجود لو زرنا مدينة مصر بنلاقي نفس فكرة البرجيل. عملية انه يدخل الهواء وينزل تحت برج الرياح يسمونه. فمدينة مصر شيء رائع يعني سوته، انه حافظت على هوية الامارات وتراثها في هاي المدينة الحديثة في هذا الزمن، في نفس الوقت خذت الفكرة في عملية ادخال الهواء. جميل جدا. اعتقد كذلك اليوم حتى اغلب الناس يستخدمون البراجيل في تصميم بيوتهم. نعم الحديثة. نعم يعني نعم كشكل يعني. كشكل طبعا ما لا تعمل، لكنها يعني هذا شيء نحن نفخر فيه، ان اغلب البيوت يعني لما تذهب الى المناطق الجديدة تلاقي الاغلبية يحاول يسوي بيوته يصممها على شكل البرجيل. هوية البرجيل هوية هذا المجتمع يعني، وهذا شيء يفخر به ان نحن لا نزال نحافظ على هويتنا وتراثنا. صحيح. لم يقتصر الابتكار على مهنة الغوص وعلى تصاميم البيوت، كذلك دكتورة يعني اليوم في طريقة تخزين الأغذية على سبيل المثال طريقة تخزين السمك لموسم الصيف. صحيح، اللي هو المالح. نعم. فعلا مثل ما قلنا من البداية ان الحاجة هي ام الاختراع. هم الماء يعني شوف كيف ابتكروا، ان يعرفون ان الملح يحافظ على الشيء، فكان هذا المالح يعني يقومون بعملية بطريقة معينة، يوضع فيه الملح ويخزن. وتشوف يعني سبحان الله شوف ابتكارهم. في الماضي كانوا يحطون في الخرس اللي هو من الفخار، وهذا أكثر يحافظ عليه أكثر من أي شيء آخر. ففعلا كانوا مبتكرين في صحيح. كل الجهات. كذلك يعني ما اقتصر إنتاج مثلا الحليب من البقرة، لكن ابتكروا وما في ثلاجات. صحيح. بس كانوا يقدرون يأخذون اللبن يطلعون من الروب ويطلعون. نعم. الشامي ويطلعون وايد أشياء طبعا تفيدهم، ونوع من التجارة ترى على فكرة يعني كانت النساء تعمل هذا الشيء، فنوع يعني كاقتصاديا يعني كنوع من التجارة يؤتى به مثلا من المناطق البدوية يباع في المناطق الساحلية، فنوع من التبادل التجاري بين البيئات المختلفة. بما أننا تحدثنا عن المرأة، بلا شك أن المرأة كان لها دور كبير في المشاركة في تلك الحقبة من خلال تصميم الملابس والابتكار في تصميمها. تحدثين عن هذا المحور. حدثك عن كيف المرأة استغلت أيضا البيئة في حل مشكلة. يعني في الماضي ما كان عندهم وايد ثياب، كانت الأثياب ملابس محدودة، فكيف بتغير؟ فمثلا والرجال أغلب ملابسهم بيضة. صحيح.
فهي كيف بتغير هالملابس. فكانت استخدمت يعني أنا من خلال حواري مع كثير من الراويات استخدموا مخلفات البيئة مثلا، وتشوف يعني أنهم يختارون أشياء حتى تفيدهم. فتقولي يعني نحن مواسم العيد ما مخلفات البيئة يعني كان موجود كأنه من إعادة تدوير، ممتاز كأنك إعادة تدوير. الكندورة مثلا صارت قديمة ولونها تغير، فتقول مثلا ناخذ مثلا ورق اللوز او اللي ياخذون مثلا الزعفران الورس، هذه كلها اشياء طبيعيه فيقومون بغلي الماء، ولما يبرد عندما يبرد توضع فيها قطعه الملابس. وتقول لي يعني نحن نشوف الدقه فيها، تقول احنا ما نخلي الملابس تطفو، يجب ان يشرب الماء كل القماش. ليش؟ تقول حتى لما نخرجها تكون كل اللون لون واحد. فهذا بعد ابداع يعني صحيح. ابتكار. في نفس الوقت استطاعوا عملوا مزاوجة بين الألوان حتى يخرجوا بلون جديد أو لون آخر. فأيضا كانوا تقول لي مثلا نسوي القطعة اللاسية، كيف اللاسية تلمع؟ فشو يسوون؟ يحطون قطرات من الحل مثل ما تقول أو الزيت في الماء اللي فيه الماء القطعة، فتعطيها نوع من اللمعة. شيء آخر أن حتى يعني عند استخدام الزعفران أو الورس تعطيها عطر، نوع من الرائحة. فهم خذوا لون وخذوا في نفس الوقت عطر. فهذه من الأشياء يعني تقول مواسم العيد، مواسم الغوص عند عودة الرجال من الغوص، فيقومون بصبغ ملابسهم وغيرها. دكتورة تحدثنا عن دور المرأة في تصميم الملابس، دعينا نتحدث عن دور المرأة في إدارة البيت في غياب الزوج. نعم، كان للمرأة دور كبير في المجتمع الإماراتي التقليدي والوقت الحالي حتى، لكن نحن سنتحدث عن دورها في المجتمع الإماراتي التقليدي. المرأة كان الزوج يقادر المنزل لأربعة أشهر، فيقع عليها عبء إدارة المنزل وتصريف المنزل الأمور الاقتصادية للمنزل. فكانت تعمل تربي الأبناء وتعمل وكانت اقتصادية. من الحكايات اللي أخبرتني عنها إحدى الراويات تقول كان يعني والدها يذهب إلى الغوص أو يترك لها مقدار من المال، فماذا تفعل؟ تقول كانت تشتري غاز وحطب نص المبلغ. فتقول كانت تاخذ الحطب وتوري الحطب على اساس يتحول صخام، وما كانت وتبيع هذا الصخام. الفلوس اللي تجنيها ما كانت تاخذها، كانت تحطها في وين؟ في درام الغاز لين تخلص الجزئيه هاي اللي باعتها من الصخام كامل. يوم يخلص الغاز، يوم يخلص الغاز يكون متروس شو؟ الفلوس. صحيح. فهاي الفلوس تكون طبعا بزياده، فتاخذ منها حق بعد يعني مرة ثانية صخام هذا حطب وغاز، وفي نفس الوقت الربح تدير فيه المنزل. فكانت تبيع، كانت تعمل الخياطة، كانت تبيع السمك مثلا الشامي وغيره ممكن أن يباع، بعضهم كانوا خياطات. فكانت يعني فعلا كانت الحاجة تدفعها لذلك هي حتى يعني لا تكون عالة على أحد والمدة طويلة. ف كانت تدير المنزل وتدير الاقتصاد في نفس الوقت. نعم، فكانت فعلا إدارية ناجحة. نعم جميل جدا. دكتورة اليوم النخلة تشكل رمز للدولة في دولة الإمارات. كيف اليوم استطاعوا الناس من ابتكار أساليب مبتكرة في الاستفادة من النخلة؟ جميل. طبعا احنا لو عدنا إلى النخلة فهي كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا عمتكم، فالنخلة ذكرت في القرآن والنخلة معطاءة. يعني دائما الرمز العطاء هي النخلة، فنجد فيها كثير من الفوائد سواء يعني بكل شيء كطعم كطعام هذا الرطب أو التمر الذي يتحول بعد ذلك تمر. مشتقات النخلة كثيرة، سعف النخيل يعني استفاد منه الإنسان في بناء منزله، العريش العرشان كان أصلا من النخيل. صحيح. مثلا الحرف التي تقوم بها النساء مثلا سف مثلا تقوم بعمل مثل الجفير او الحصير او غيره كله من النخله. سقف المنازل هي طبعا سقف المنزل من النخله. اشياء كثيره حتى الكيسه الدياي وغيره كانت في البدايه من النخله. حتى القراقير في البدايه قبل السي ما يكتشفون السيم وغيره هذا الحديد كان ايضا من النخله. فالنخله معطاء فيها شيء يعني عطاء كبير ليس في الماضي فقط حتى في الوقت الحالي. يعني حتى تلاقي
الآن بتكروا أشياء كثيرة من بعد أفكار النخلة. الأولية هي يعني مثلا حتى الحين مثلا اللي بيعوا لك أشياء يقول لك مني التمر طبعا صحيح. تحول إلى مثلا حلو فيقول لك مثلا مني تمر صغير كذا مثلا التمر الصغير هي أو بثيثة مثلا البثيثة من التمر فيقول لك مني بثيثة من اليوم حتى نهاية يعني العالم النخلة مشتقاتها وكل ما فيها مفيد يعني صحيح. دكتورة كيف لنا اليوم أن نحفز أولياء الأمور لإحياء التراث؟ هذا واجب، واجب على كل رب أسرة، واجب وطني يعني أن يحافظ على هويته وعلى هوية الإماراتية بالذات وعلى تراثه. في زمن نحن نعيش فيه زمن السرعة وزمن التكنولوجيا وزمن تقليد الآخر يعني، وخاصة الجيل الجديد اللي أفكاره فقط على الآيباد وغيره. صحيح. هني ظهر لنا دور الأسرة ودور الإعلام ودور المدرسة، لكن بالأساس دور الأسرة. واجب على كل أب أن يغرس في هذيل الأطفال، لا يتركهم يأخذون ثقافتهم من الخادمة أو من التلفاز أو من البرامج الموجودة في السوشيال ميديا. صحيح. يعني أول شيء اللهجة يعني اوكي ما عليه يعني، هو يدرس في مدارس خاصه ويتحدث الانجليزيه في المدرسه، لكن في المنزل حدثه باللغه العربيه. صح. وبلهجته المحليه. صحيح. يعني اذا تعود على هذا الشيء عندما يكبر سيكون فعلا اماراتي اصيل، وفي نفس الوقت لا يمنع ان يعرف الانجليزيه او اي لغه من اللغات. صحيح. فالطفل من 7 سنوات يستطيع ان يعني يحفظ او يتعلم 7 لغات وهو صغير، فلا يؤثر ذلك على اي لغات اخرى. النقطة الثانية أن اربطوهم بأجدادهم، يعني المحظوظ الذي لديه جدة في المنزل دعوه يرتبط بها سيتعلم منها الكثير. صحيح. الجدة هي أنا مثل ما أقول كنز، يجب على كل أسرة عندها جدة يعني تحمد ربها أن في جدة في المنزل تعلمهم. في الماضي من كان الذي يعلم الأطفال القيم والمبادئ؟ الجدة. صحيح. في نهاية اليوم تقوم ب سرد الحكايات لهم مثل الخراريف، فسر الخروفة كان هدفها ليس يعني فقط تسلية، إنما هدف تربوي، فيها قيم، فيها مبادئ، فيها غرس لكثير من الأشياء. يعني الحكاية فقط ليست يعني لا تسليهم، لكن تعلمهم مثلا السنع، تعلمهم ماذا يفعلون، حتى تربطهم ببيئتهم. صحيح. مثلا الحين لو تسأل طفل شو بديحة، ما يعرف بديحة منو أو شو بديحة هي أصلا. بلى لو تنشد تقول له شو سندريلا، منو سندريلا، بيقصد لك الحكاية بتفاصيله، ورغم أن سندريلا وبديحة نفس الفكرة، لأن نحن الثقافة الشعبية ثقافة عالمية، لكن إحنا نبغى يعرف منو بديحة وشو بديحة أصلا، هل هي إنسانة ولا هي سمكه وشو قصتها. يعني حتى لو تشوف تفاصيل قصة بديحة كلها تفاصيل إماراتية قح من اسم البطلة، تعلم الطفل السنع. صحيح. هي يعني من حمدة لين المسميات الأخرى، ولاحظ أن هاي بديحة كل ما تروى في بيئة فيها إسقاطات على ما يوجد في تلك البيئة. مثلا عندما ترويها الجدة اللي في المناطق الجبلية لا تتحدث مثلا عن الفلي، لكن التي في المناطق الزراعية تتحدث عن الفلي وغيرها، لأنه من بيئتها. نعم. سندريلا ما في أمير ينزل ويرقص مع سندريلا. صحيح. لا، في ولد الشيخ اللي شاف اللي يعني قالت لها بديحة عقي وانت بكرامة الحذاء في أو مداسك في مكان ما تشرب خيول ولد الشيخ، وهي ردت بس تم الجوت أو المداس. فهي تقريبا الحكاية حسب البيئات التي تروى فيها. هذا الطفل لو يعرفها ويعرف حكايات أخرى بتكون عنده ثقافة وطنية كبيرة. صحيح. ودوهم راوهم الأماكن، يعني مثلا الشارقة مليئة من المتاحف، فيها مهرجان سنوي. صحيح. أيام الشارقة التراثية. أنا يعني أفضل أن كل أب بدال ما بلازم يصير يشتري، خلي يشتري بأخر الجولة، لكن وصل ودوا وخلوهم يشوفون كثير من الفعاليات الموجودة، الصناعات القديمة، الرقصات الشعبية، فعلا الرقصات الهاجج الشعبية، العريش كيف يسوونه، يعني في المهرجان بيئات مختلفة. صحيح. عارفة على هالبيئات مسمياتها، يعني بعض الأطفال ما يعرفون مسمياتنا الأساسية، تقول له فنار يقول لك فانوس. تقول له شيء مصطلح يجيب لك الأشياء حسب ما يشوفه مع قرانه، فأنت في البيت خله يتعلم الأشياء الصحيحة وصلح له، طبعا تصلح له مرة مرتين بيعرف. صحيح. هذا فهذا دور الأسرة. نعم. الإعلام نحن محتاجين
انهم يكثفون البرامج التراثيه. صح نلاحظها اكثر شيء في رمضان، بس احنا نطبعها طول السنه. يعني مثلا المسلسل فريج وايد غرس عاده ارتبط رمضان بالتراث. سبحان الله، ما ادري ليش، يعني كل التلفزيونات، بس هذا شيء جيد، شيء ايجابي، يعني ظاهره ايجابيه، ان حتى المسابقات اللي تنحط في التلفزيونات، في كل قنوات التلفزيون. عن الإعلام، يعني مثلا في بعض البرامج، مثلا فريج، برنامج هذا اللي هو مسلسل فريج، هذا وايد أثر في الأطفال، تعلموا وايد مصطلحات. يعني تخبرني وحدة تقول لي ولدي حافظ كل القصيدة. جميل. بص العيايز، أنا مو قادر أحفظ. قال له هو حافظ، ليش؟ لأني حاب البرنامج تابعنا. ليش هذا؟ بالعكس، في يعني غرس لقيمنا وتراثنا. نتكلم عن المدرسة، المناهج الحين يعني الحمد لله المناهج فيها شيء كبير، عدد يعني فيها كم كبير من تراثنا، بس نبقي يوصل إلى الطفل بشكل صحيح. وليس فقط يدرس ويحفظ، إحنا نبغي ينفذ عملي، شيء عملي، على أساس أن كل ما مارسه كل ما عرفه أكثر، وشارك كذلك، وشارك فيه، أو حتى في المجال الرسم يكتب اسم المصطلح الإماراتي الأصلي، مثلا جفير ولا مثلا مغطى او سرود، او فبيعرفه مع الزمن. يعني نقول سريات السرود بيعرف كيف شو بيجيب يعني. فهني ثلاث ادوار للاعلام والبيت والمدرسه تقريبا. نعم، جميل جدا. دكتوره، اليوم للشارقه دور كبير في المحافظه على التراث جدا. ما مدى محافظه الشارقه على التراث المادي ولا مادي؟ صراحه يعني شرحاتي مجروحه في هذه الاماره الباسمه. ما شاء الله، يعني جهود الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي واضحة. يعني مثل ما أنت تود تقول لي بيت النابودة، هذا البيت يعني لو أهمل ما بنقدر نتعرف على معالم الجميلة اللي فيه، يعني زخارف على أبواب، على هاي ترى بعد إبداع في البناء، يعني في بناء المنازل في الماضي. ساعات تقول كيف هاي الرسومات داخل الحجر، كيف يعني الزخرفات وغيرها. فحفاظ الشارقة على هاي المنازل، تحويلها إلى مكان حي، يعني الناس تدخل وتصير فيه، هذا يحافظ عليها. لا ننسى مثل ما قلت في البداية مهرجان الشارقة للتراث، ما شاء الله دورات يعني يمكن 17 أو 18 الحين. هاي يعني إحياء للتراث. المتاحف أكثر من 22 متحف الحمد لله في الشارقة، وبكل تفاصيل المعاهد كذلك، هي يعني بكل يعني أنواعها، إسلامي، تراث، في عندنا أصلا متحف للتراث في قلب الشارقة، وهذا شيء رائع. يعني أجمل شيء متحف في تفاصيل الحياة الإماراتية في السابق بكل بيئاتها. وأنا أنصح يعني من هذا البرنامج كل أب يودي عيالها يزورون المتاحف. المولات لاحقين عليها، لكن المتاحف عرفهم على تفاصيل تراثنا، مو بس تراثنا، حتى تاريخنا. عندنا احنا تاريخ من آلاف السنين، عندنا متاحف تحت تتحدث عن قيام الدولة، مثل متحف الاتحاد. يعني انت لو تدخل الطفل يحكي له قصة الاتحاد لين النهاية، فهاي يعني غرس لروح للهوية، غرس للتعريف على تاريخنا سواء القديم او الحديث، وحتى المستقبل. عندنا بعد متاحف ايضا تتحدث عن المستقبل. فهنا دور الأسرة. يعني الشارقة جدا يعني اكثر يمكن إمارة تهتم بالتراث هي الشارقة. جميل. دكتورة، قبل ان نختم الحلقة، لو تحدثينا عن التطوع كقيمة إنسانية اجتماعية من قيم التسامح. جميل. التطوع، التطوع قيمة جميلة ورائعة، لأن جهدها بشكل كبير في مجتمعنا. يعني حتى الطلاب بدأوا يستوعبون كلمة قضية التطوع ويتطوعون في أشياء كثيرة، وهذا شيء رائع. لو كنا رجعنا لتراثنا وتاريخنا، يعني مجتمعنا الإماراتي التقليدي، سنجد قيمة التطوع هذه موجودة عندهم من آلاف السنين. خلونا نضرب أمثلة. مثلا خلي أقول لك في عادات وتقاليد الزواج، كانت الجيران مع بعضهم البعض في حالة من الترابط. فمثلا لو كان هنالك عرس ببيت بيت بيت فلان من الناس، صحيح. مجرد أن تبدأ مراسم العرس، تجد كل الناس تتطوع لخدمة هؤلاء بالمجان، بالمجان وبدون أي مقابل. نبدأ مثلا الحين زوج الأم بتقوم بخياطة ملابس بنتها كالزهبة، يعني ما كان في خياط، وكانت خياطات، في خياطات النساء، بعض الخياطات يعني مبشرات الحين. فالأم تأخذ واحدة من الجيران ويذهبون لشراء الملابس، أو التي تأتي يعني حسب الاتفاق أن أهل المعرس مثلا هم يجيبون الزهبة، يبدؤون في عملية خياطة هذه الملابس. شوف يعني مثل فريق العمل. فتخبرني الراوية تقول لي نيلس مثل الحلقة،
القطعة في إيد الأولى وحدة تقصها، وحدة تخيطها، وحدة تركب عليها التلي، وحدة تركب عليها الفصم، وهكذا لين تخلص. طبعا ما كانت الملابس بكثر كثيرة مثل الوقت الحالي، لكن فكرة قيمة هذا التعاون بينهم بين بعض، يعملون بشكل تطوعي، لا ينتظرون شكرا لا أو حمدا من أي من أم الزوج أم العروس، لكن إكراما لهم. تشوف يعني إنهم يو ساعدونها، فهي تقوم بعمل الطعام أو الغداء يتغدون عندها، أو كل وحدة تأخذ الغداء للبيت لأن هي تركت بيتها وما طبخت لهم. هاي نقطة. يوم العرس الكل كل البيوت مفتوحة للزوار، فميلسك أنت كبير يتكفي 10 أشخاص، يابو يعني لسوا فيه 10 أشخاص ويابو الصياني عندكم. بيت العروس المعاريس مثلا ما عندهم براحة يبنون فيها، بس بيت يرانهم عندهم يبنوا قصدي يطبخون فيها، فيفتحون هذا البيت أساس البراحة هذه يطبخون فيها. الشباب الفريج هم اللي يقومون بعملية توزيع الطعام، حتى يعني الحين بطاقات، حتى عملية دعوة الناس للزواج كانت أم المعرس تأخذ وياها مجموعة من النساء يذهبون لدعوة النساء للعرس. حتى الفرق الشعبية كانت من أهل الفريج. يقول لي واحد من يعني من الفرق الشعبية في الوقت الحالي يقول قبل ما كنا نأخذ مبلغ، كان المبلغ شو يعطونهم تكريما لهم صحن مثلا جدر العيش ولحم إلى والجماعته، هذا كله بعملية تطوعية بدون مقابل. حتى تبادل الأغراض، يعني بيت مثلا ما عندهم كل التفاصيل في البيت، مثلا لا عندهم مثلا المخدات أو الأسرة أو عندهم صناديق اللي تنحط فيها ملابس العروس أو تزين بها غرفة العروس، فمن وين يبونها؟ من الجيران. جميل. حتى الذهب، يعني ما بكل الأسر عندها ذهب، فمعروف في أسر مثلا غنية عندهم ذهب معين، ذهب للعروس، ذهب مالهم، فيقومون باستعارته وتلبيس ابنتهم ثم يعاد إليهم. تخبرني وحدة من رواية تقول حتى لو وحدة عندها عزيمة تصير تستعيرها من صديقتها، ملابسها من صديقتها وتصير فيها نوع من التكافل الاجتماعي بشكل يوم يؤجر لا اليوم يؤجر ويدفع له أموال يعني. وهذا التطوع الحين نحن مثلا الناس بادي هاي القيمة تظهر بشكل كبير، كان موجود في مجتمع الإمارات. حتى عندما في القيض مثلا الناس تقيض في مثلا في الصيف يصيرون المناطق مثل رأس الخيمة ومناطق مختلفة يقيضون فيها مثلا في الشمال وغيرها. أنت جيت قبلي فعريشك بنيت عريشك، جيت أنا بعدني العريش مالي ما بنى ما خلص سكنة. فالشباب كلهم يجون يتجمعون يبنون يساعدون في تشييد هذا البيت وهذا العريش بدون مقابل بدون أي شيء، نوع من التعاون بينهم وبين كانوا الناس متسامحين يعني كمصطلح جدا يعني. تسامح وفي نفس الوقت يعني تكافل اجتماعي، اللي ما عنده يعطي اللي عنده. حتى المعرس ما كان يخسر، وكان يمر على فكرة يعني الفقير يتزوج عرسه يتم 3 أيام، ولد الغني 7 أيام حسب الظروف الاجتماعية، لكن ما كان يخسر فلوس، ما كان يعني كل شيء يجيه يعني بالتكافل بالتكافل يعني واحد يجيب الفلوس، واحد يجيب العيش، واحد يجيب الذباح، وهكذا يعني يصير العرس والاحتفال والعيال وغيره ما يخسر وايد. بس هذه ترد لكنها يعني في مناسبة أخرى، أنت أعطيت مثلا ولد عمك في عرسه مبلغ معين، هو بعد في عرسك يعطيك نفس الشيء، وهكذا هذا التكافل الاجتماعي في مجتمعنا. كانت قيم جميلة فعلا جدا يعني نفتقدها الآن ونحتاج أن نعود إليها إن شاء الله. يعني ما بيكون عندنا هالخسر والهالة يستوي صحيح. في الوقت الحالي صحيح. بالنسبة للتسامح نعم هاي القيمة كانت أيضا موجودة في مجتمع الإمارات منذ القدم، والدليل على ذلك يعني ما حدث اليوم ظهرت كمفهوم جديد. الناس مو فاهم شو يعني التسامح، اني انا بيني وبين شخص واحد مثلا مشاحنه اسامحه، لا هذا انا اعفو عنه، هذا هني العفو، ما يستوي التسامح. لكن التسامح ان تتقبل الاخر بكل ما فيه سواء مسلم او غير مسلم، بقيم بمبادئ بتوجهاته. مجتمعنا الاماراتي التقليدي تقبل هذا الشيء ومارسه بكل اريحيه. في الماضي كانوا ياتون مبشرين صحيح. يأتون مثلا على أجانب على مثلا بصفتهم مثلا دكاترة أو غيره. من شهر أو قبل فترة ظهرت لنا الدكتورة مريم في الفجيرة في تقرير تلفزيوني هذه كم سنة في الإمارات؟ أكثر من 40 سنة يمكن.
أو كملت 50 يمكن. يعني حرمة كبيرة. هذه من وين جت؟ ما بالتطوع كانت جاية من بلد بعيد كل البعد لمنطقة لا تعرفها أين، تقول ضيعنا في الطريق اللي وصلنا لفجيرة. صحيح. ليش ما روحت للحين؟ ها سؤال. صحيح. أهل المجتمع اللي عاشت فيه متسامحين، تقبلوها بكل ما فيها، مسيحية ما لابسة شراتهم ما بمثلهم، تقبلوها بكل ما فيها. فهذا هني التسامح، أنا أتقبل الآخر. إحنا بعد في رأس خيمة كان عندنا وحدة طبيبة اسمها أم دنيال، ويسيرون عنده وتسوي لهم، معنا كانت يعني نوع من التبشير تسوي، لكن ما كان يأثر فيهم لأن قيمهم الإسلامية قوية. يمكن هي تتأثر. هي يمكن هي تتأثر فعلًا، وكانت يعني تسولف للوالدة تقول كانت تسوي لهم جلسات وتسوي لهم أكل ويسيرون يسولفون ويأكلون ويروحون، ما أثر عليهم، بس تقبلوها كإنسانة بنوع من يعني بقيمة من قيم التسامح. هذه الحين مريم كانت لو بالفطرة في المجتمع الإمارات بالفطرة يتقبلون. نعم. بس مو بهذه، حتى الدكاترة الآخرين حتى الأجانب اللي يو مثلاً كباحثين أو غيره، فكان المجتمع يتقبلهم بكل سهولة. بالعكس يعني لو لاحظتوا في الصور في الأرشيف الوطني مثلاً، صور هذه للباحثين أو اللي جاءوا الإمارات كزائرين ومستشرقين، مصورين الناس والناس متقبلتهم، يعني لم ينفروا منهم. نرجع لمريم، مريم ما روحت يعني كل هالسنين، ليش؟ لو سألناها بتلاقيها استانست على الناس وتحبتهم. صحيح. لو لاحظت ان حتى في لهجتها ترمس شراتها للفجيره والملابس بالارض، هي وملابسها نفس ملابسهم لان حبتهم ولقت القبول منهم. هني قمه التسامح عندنا في مجتمعنا الاماراتي، والحمد لله يعني نحن الحين في قمه هذا التسامح في الوقت في هذا الزمن يعني. نعم. دكتوره كلمه اخيره توجهينا لاعزائنا المشاهدين. كلمة أخيرة، أول رسالة أقولها شكرا للتلفزيون الشارقة الذي أعطاني فرصة في أني أكون ضمن المشاركين في هذا البرنامج. النقطة الثانية أو الرسالة الثانية أوجهها لأبناء الإمارات وأقولهم حافظوا على هذا التراث وهذا الموروث، ابحثوا وواصلوا البحث. الجهود التي قدمتها الدولة كثيرة ومشكورين عليها، لم يقصروا. نحن الآن نلتفت يمين ويسار نجد تراثنا يعني محفوظ وموجود، لكن نحتاج إلى الأكثر، نحتاج إلى أن نحن نستفيد من هذه الكنوز البشرية المتواجدة عندنا، لأن لا نعلم متى يغادرون، فلنحافظ عليهم ونأخذ منهم وندونه ونحفظ. نقطة الرسالة الثالثة أقولها لأبناء هذا الوطن، افتخروا بتراثكم، فهو قيمة رائعة يعكس هويتنا، فيه الكثير من القيم لو تعمقنا فيه. أقول للباحثين ابحثوا في هذا التراث واكتبوا عنه، ستجدون كل ما هو موجود في العصر الحالي، العصر الحديث، القرن 21 كان موجود مرتبط منذ خمسينات القرن الماضي وقبل. فقط نريد أن نبحث وندون ونقول للعالم نحن لدينا تراث ولدينا هوية نأخذها معنا نحو التطور. الرسالة الأولى أعتبرها الأخيرة والأولى لوالدنا وأبونا الذي نفتخر به الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الله يحفظه، أقول له شكرا، شكرا على هذه الجهود الطيبة في هذه الشارقة الباسمة التي كلما التفتنا يمين ويسار وجدنا تراثنا وهويتنا موجودة، سواء في المتاحف أو في تشجيع لبناء معهد خاص بالتراث يعني، أو هذا يعني يعتبر قمة الاهتمام. صحيح. في نفس الوقت اهتمام بوجود متحف خاص بالتراث أيضا، هذه قمة الاهتمام. تاريخنا وهويتنا كان هو يعني من المساهمين في حفظها. شكرا أبونا السلطان. نعم. الباحثة الدكتورة بدرية شامسي، الأستاذ المساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب والتاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الشارقة، شكرا لك على هذه المعلومات القيمة. مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، إلى أن نلتقي بكم مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.